اول خبر معانا النهارده عن مغادره باعثه الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب مدينه تطوان المغربيه والانتقال لمدينه طنجة استعدادا لمواجهه فريق اوكلاند سيتي النيوزيلندي بكره الاربعاء ان شاء الله الساعه 9 بالليل. والامطار امبارح كانت تسببت هي والثلوج في انهاء مارسيل كولر المدير الفني للتمرين الاساسي علشان يحافظ على سلامه اللاعبين، واللعيبه اللي كملوا بعض التدريبات داخل غرفه الملابس والجيم. الجو الحقيقه كان صعب جدا في المغرب، ربنا يحمي ان شاء الله اللعيبه ويبعد عنهم كل الاصابات. امين يا رب امين، ان شاء الله يقدروا يتاقلموا مع الاوضاع والجو. نروح بقى لتاني اخبارنا، والحقيقه خبر مهم وهو تلقي محمد الشناوي حارس مرمى وكابتن الفريق اكثر من عرض احتراف في الفتره اللي فاتت، وابرزهم نادي النصر السعودي ونادي ويجن الانجليزي بمبالغ كبيره جدا. لكن الشناوي زي ما قال الكابتن سيد عبد الحفيظ امبارح فضل مصلحه الاهلي ومصلحه الفريق، ودي حاجه تحسب ليه علشان يضرب لكل اللاعبين مش بس في الاهلي، لكل اللاعبين في الوطن العربي مثل لإخلاص اللاعب لناديه وتقديره لحاجة الفريق لجهوده وإصراره على الاستمرار وتكملة مشواره عشان يحقق إنجازات أكتر ويسعد جماهيره. وكابتن سيد قال كمان إن الروح اللي اتعامل بيها الشناوي وإنه ما تأثرش بالإغراءات المالية بتعكس قيمته الكبيرة عند الأهلوية مسؤولين وجماهير، وإن رد فعله تجاه العروض وفي التوقيت ده كانت وهتفضل محل تقدير عند كل قيادات النادي وفي مقدمتهم طبعا الكابتن محمود الخطيب اللي أثنى بنفسه على الشناوي بشدة. الحقيقة اللي انت بتقوليه ده يا أميرة إن دل على شيء فيدل على اللي بيقدمه لعيبة الأهلي في المواقف اللي زي دي، اللي بيقدمه لعيبة الأهلي واللي بيخلينا كجمهور مطمن على الفريق، وإن كل اللعيبة بتتعامل بمنطق مصلحة الأهلي أولا، وبيدل كمان على شخصية لاعبي الأهلي والروح والانتماء اللي بيلعبوا بيها لتيشيرت النادي. من كرة القدم بقى رجال نروح من كرة القدم نروح لرجال سلة الأهلي وفوزهم المهم على حساب فريق مصر للتأمين في المباراة.